النهارده الصبح كل السائحين اللي موجودين على المراكب في الصعيد وعلى في فنادق الاقصر واسوان اللي هم ما اتكشفش عليهم او اتكشف عليهم وطلع نيجاتيف كلهم يقدروا يسافروا، يقدروا يزوروا، يقدروا يعملوا كل اللي هم عايزينه. بشكل استثنائي انا هقول ارقام، احنا في السياحه دايما ما بنقولش ارقام، لكن احب اقول لكم ارقام. شهر فبراير الماضي اللي هو كانت الازمه موجوده في العالم كله، زار مصر ما يقرب من 900,000 زائر. سائح زار مصر يبقى غير مصري طبعا. ده بزياده حوالي 4% عن فبراير 2019. طيب نشوف شهر مارس اللي احنا فيه. اول 7 ايام في مارس زار مصر حوالي 210,000 سائح، وده رقم هو ده المعدل الطبيعي تقريبا. طيب احنا بدأ فعل في بعض الاجراءات من دي، انه توعية للمواطنين بحيث انه يعني يبعد عن المخلطة ويبعد عن الحاجات الخاصة بقى بالشيشة والكلام ده كله، الاجراءات كمان الخاصة بالنظافة الشخصية والحاجات دي كلها، دي هتلاقوها منتشرة بشكل كبير جدا اعتبارا من اليوم مساء او من بكرة الصبح على جميع الوسائل، منها السوشيال ميديا، منها التلفزيون، منها الإذاعة، جميع الوسائل الممكنة في التوعية هنعملها. لو انتوا حتى دخلتوا هنا حتى في الوزارة هتلاقوا ان بعض الملصقات موجودة للتوعية حتى داخل ده، وده لازم يعمم في جميع الوزارات.